12 يوم صار له 11 يوم مهمة جدا. من ياخذون من عندك وخمس تحت اشرافنا، انت لك حق، كل وكيل وانت مبلغين لك حق الاعتراض على نوعية الطحين لمدة 20 يوم من تاريخ الاستلام. بس احنا لا، احنا نشوف انه واحد بس قد كميتك الكلية الوكيل، والوكيل لازم هو اللي يخبز، فهم يخبز، واذا غير صالح يبلغ الرقابة ويبلغ تصنيع الحبوب. هذا تقريبا 20 مبالغ تخمير الخليج نص ساعة، وتخلين الخمرة والملح كأنما تزيد الجلد، وبين الخبز راح نجي نشوف. إذا عوز طحين، عوز طحين أو ميكة حتى يجيب طحين بعد. استلمت من الفيصل؟ إيه، ما فعل طحين. فضل ما زين. ما زين. أكو ناس يعني رجعوه بزوج أو سيال أو شيء. اللي خذوا مني قليل ما زين. اللي خبزوا له بس سيجارة وباعوا. وباعوا. استلم. استلمت مجوبة. أنت الوكيل الأصلي ولا أنت عندك عناد؟ لا لا أنا الوكيل أصلي. زين الحبيب له. كيفك؟ ما بلغوك على كيفك؟ لا والله. ما بلغوك على ساحبك؟ لا. وانت تشتكي ابو دائره الرقابه، ابو دائره التصنيع تجي علينا دائره الرقابه، احنا بالشرطه. السلام عليكم. يعني لا سيار وخبز يعني احد المواطنين. بناء على الشكوى المقدمة من قبل القناة الموصلية حول رداءة الطحين المسلم إلى الوكلاء في المدينة القديمة، تم تشكيل فريق عمل من دائرة الشركة العامة لتصنيع الحبوب فرع نينوى ودائرة الرقابة التجارية فرع نينوى، حيث تم الذهاب إلى محل الوكيل موضوع الشكوى. تم سحب نماذج من الطحين ولغرض فحصي في المختبر، وإضافة إلى عمل خبازة آنية في دور أحد المواطنين على مرمى ومسمع المواطنين في المدينة القديمة. وطبعا الفحص مالنا بالعمود بالتنور العمودي وتحت انظار قناه الموصليه الموقره، حيث تبين ان الطحين نوعيه جيده غير سيال ذات مواصفات مطابقه ما موجود في العقد. حسب التوجيهات المبلغ علينا من مراجعنا في بغداد، تم تشكيل فريق عمل مشترك دائرة الرقابة التجارية فرع نينوى ودائرة والشركة العامة لتصنيع الحبوب فرع نينوى، وإضافة إلى موظفي الرقابة والسيطرة النوعية تصنيع الحبوب. وقد أخذت نماذج من قسم من وكلاء المنطقة القديمة مركز تموين الحدباء، وتم فحصها خبازة، فحوصات الخبازة، وقد تبين أنه قد نجحت بالفحص، وأنه هذه الشكاوي كانت كيدية ولا أساس لها. أنه وبالنسبة لتأخر توزيع المواد فإن السبب يعود وزارة التجارة لا ذنب لها في ذلك. السبب أنه لم تقر الموازنة لعام 2020، لم تقر لحد الآن، ودائرة الرقابة التجارية تطمئن المواطنين أنه قريبا وبعد تخصيص مبالغ من وزارة المالية ستوزع مادة الرز والسكر والزيت قريبا على المواطنين.